بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة كلية الهندسة المدنية بجامعة الملك خالد، أهلا ومرحبا بكم مجددا في كورس السويل ميكانيكس. إن شاء الله النهاردة هناخد ثلاث تجارب معمليين، اللي هي عبارة عن تجارب أتربرج ليميتس أو حدود أتربرج. احنا اتعلمنا ان أتربرج ليميتس دي حدود حطلها العالم أتربرج للفصل ما بين الحالات المختلفة للسويل. فهنتكلم على اول حد لي اللي هو الليكويد ليميت او حد السيولة. تعريف حد السيولة ايه هو؟ هو الحد او هو المحتوى المائي اللي بيفصل ما بين الحالة السائلة للسويل والحالة اللدنة. طيب نجيبه ازاي؟ بنجيبه عن طريق جهاز اسمه جهاز أتربرج، جهاز كازا جراند اللي هو قدامك دوت. ده عن طريق جهاز كازا جراند هنقدر نطلع اول حد اللي هو حد السيوله. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب السويل بتاعتنا وهنجففها ونمررها من منخل رقم 40. بقت عندي التربه جافه. طب التربه جافه هعمل فيها ايه؟ ابتدي احط عليها جزء من الميه المقطره واقلبها كويس. قلبت الميه، بعد ما اقلب الميه لازم الاول اعمل مقياس لي ان الجهاز ده شغال كويس ولا لا. يعني ايه شغال كويس؟ يعني لازم الجهاز ده لما اجي انا الفه كده يطلع مسافة عبارة عن 1 سم. هو بيبقى فيه مع الجهاز حتة النحاس ديت، ببتدي احطها تحت الايه الجهاز زي ما انت شايف وابتدي اشوف. لو ما لفتش كده يبقى ده مظبوط، ما كانش مظبوط يبتدي ايه تلف من عندك المسمار دوت تطلع دي او تنزلها عشان ما تطلعش عالية قوي وما تطلعش قيمة قليلة. طب ما عنديش الجزء دوت في السكينة بتاعت برضك كذا جراند، نفس المسافه هيها بيبقى حاطينها في الاخر اهوت عشان تقدر تعمل معايره للجهاز. طيب كده احنا خلاص جهزنا التربه وحطينا عليها الميه. بعد ما نحط عليها الميه نعمل ايه؟ نبتدي نفردها في الصويل في الطبق بتاعنا هنا. فردناها وهتشوفها دلوقتي في الصوره اللي جايه هتبقى شكلها عامل ازاي. فردنا الصويل في الايه الجهاز. طيب بعد ما فردناها نعمل ايه؟ نبتدي نجيب السكينه بتاعت كازا جراند، السكينه بتاعت كازا جراند ديت هنبتدي نعمل ايه؟ نشق في مين؟ في التربه اللي احنا حطيناها في الجهاز. يعني انا هشق في التربه هنا، هتبقى التربه شكلها ايه لما اجي اشقها كده؟ هتلاقيها في الصوره اللي تظهر قدامك دلوقتي. احنا دلوقتي شقينا التربه، نبتدي نعمل ايه بقى؟ هنبتدي نلف. وانت بتلف كده في عندك عداد، شايف العداد دوت؟ العداد دوت بيحسب عدد الدقات. اقعد كل لما اطلع كده ايه اللي بيحصل؟ التربه من هنا ومن هنا عماله يحصل لها التصاق، فانا عينيا عليها عماله الف والعداد شغال بيحسب. العداد بيحسب وانا شغال بالايه؟ باللف بتاعي. اقعد الف لما نهايه؟ لا، بتلف لحد ما تبتدي تلتصق الجزء بتاع السويل ديت لمسافه كام؟ نص انش او 1 سم. طيب هتشوفها دلوقتي في الصوره الالتصاق اللي احنا عايزينه. طيب حصل الالتصاق دوت، خلاص كده التجربه خلصت. هتعمل ايه؟ تاخد جزء من السويل اللي هي التصقت ديت وتحسب لها الوتر كونتنت. احسب لها الوتر كونتنت ازاي؟ هبتدي اجيب علبه فاضيه واوزنها، وابتدي احط جزء بتاع السويل دوت واوزنها، يبقى ده دبليو 1 وده دبليو 2. وبعدين ابتدي احطها في الفرن لكام؟ لمده 24 ساعه في درجه حراره 110 درجه مئويه، وابتدي اطلعها واوزنها، وابتدي من هنا اطلع الدبليو ووتر والدبليو اس واطلع الووتر كونتنت الاولاني. هل التجربه كده خلصت؟ لا طبعا، هتبتدي تطلع السويل من هنا. طلعنا السويل بتاعتنا من هنا اهوت، ونبتدي نزود الميه شويه ونبتدي نعمل نكرر الخطوات دي تاني. نفرد التربه، وبعد ما نفردها نروح شقينها، وبعد ما نشقها نبتدي نلف لحد ما نحسب عدد الدقات اللي يحصل فيها التصاق لمسافه 1 سم، وابتدي اخد جزء من السويل ديت واعمل لها الووتر كونتنت. اقعد اعمل بقى 1 2 3 5 قيم، وابتدي اطلع الووتر كونتنت لكل قيمه وان لكل قيمه عندي. طيب طلعت الان والووتر كونتنت، هيعمل جدول زي اللي انت شايفه دلوقتي، ومن الجدول ده تقدر ترسم العلاقه اللي تحتيه. واضح؟ واجي عند كام؟ عند علاقه دي ما بين مين؟ ما بين لوج ان وما بين الووتر كونتنت اللي انت جايبها من الجدول. هبتدي اجيب القيمه عند لوج 25، اطلع الووتر كونتنت اللي قصادها، هي دي قيمه الايه؟ الليكويد ليميت زي ما انت شايف في الصوره اللي قدامك. طيب دي بالنسبه للليكويد ليميت. نيجي للبلاستيك ليميت. البلاستيك ليميت اسهل شويه، ليه؟ انت كل اللي بتجيبه بتجيب التربه بتاعتك، جبت التربه بتاعتي، وبعدين اعمل فيها ايه؟ اعمل احط برضك نفس اللي احنا قلناه في الليكويد ليميت، هحطها في الفرن وبعدين اطلعها وامررها من منخل رقم 40، وابتدي احط عليها شويه ميه واعمل كوره زي اللي انت شايفها في الصوره ديت. عملت الكوره، بعد الكوره اعمل فيها ايه؟ احطها على اللوح الازاز اللي انت شايفه دوت، وابتدي اعمل اسطوانه من مين؟ من السويل.
اما تعمل الاسطوانه من السويل هتبتدي الاسطوانه دي كل ما تتك عليها هتبتدي تقل، هتبتدي لحد ما توصل لان يبقى قطر الاسطوانه ديت قطرها 3 مللي، وده عندك القضيب قطره 3 مللي بتقارنه بالسويل، اه وصلت خلاص. لو انا حبيت اقللها طبعا ممكن يحصل تشرخ للتربه، هو ده اللي انا عايزه، فانا حصل تشرخ للتربه اقف لحد هنا للتجربه. اعمل كام عينه بقى؟ لو زي ما انت شايف برضك في الصوره، عملت الاول واحده وبعدين شرخت خلاص، خدت منها الوتر، خدت منها الايه التربه بتاعتي، وعينه ثانيه وعينه ثالثه، ابتدي احسب لها كلهم الايه الووتر كونتنت. احسب الووتر كونتنت ازاي؟ زي ما اتعلمنا، علبه فاضيه وابتدي اوزنها، حط فيها حته من التربه اللي احنا اللي هي مفرفته دي اللي انت شايفها في الصوره، وابتدي احطها في الايه العلبه، وابتدي اعمل ايه اطلع منها اوزنها وزن 2، وبعدين احطها في الفرن 24 ساعة 110 درجة مئوية، واطلعها تاني، وبعد ما اطلعها اوزنها واجيب الووتر كونتنت. جبت ووتر كونتنت اولاني وتاني وتالت، اجيب المتوسط، يبقى هو ده البلاستيك ليميت بتاعنا او تجربة البلاستيك ليميت. نيجي بقى لتجربة مين؟ الشرينكج ليميت اللي هي الاتي. هنعمل ايه؟ نفس اللي عملناه في الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت، هنحدد برضك التربة وهنحطها في الفرن ونطلعها وناخد الجزء اللي مر من منخل كام؟ منخل رقم 40. هجيب التربة واحط فيها مية، بس المية اللي فيها اخليه زيادة شوية، زيادة عن اللي طلع من مين؟ من الليكويد ليميت. طيب طلعت ديت، حطيت هنا التربة وقلبتها كويس، هحطها في الطبق بتاع الانكماش اللي قدامك ده. الطبق ده معروف الوزن بتاعه ومعروف الحجم بتاعه خلاص، فانا بقيت عارف حجم التربة اللي هنا اللي انا فردتها فيها خلاص، وعارف مين وزن كمان الايه التربه اللي قدامي خلاص. اخدها واروح حاططها في الفرن، يعني احط الطبق ده او الطبق ده في تجربتين هم احطهم في الفرن. اللي هيحصل ان التربه دي هتكش، هيحصل لها انكماش، هيحصل لها شرينكج، فابتدي اخد التربه دي. بقى المشكله ان انا عايز اجيب وزنها سهله، هروح اوزن ده تاني واجيب وزن التربه، بقى عندي وزن السوليدز. طب وبعدين؟ عايز اجيب حجمها، هي دي المشكله بقى. نجيب حجمها ازاي؟ عشان نجيب حجم التربه اللي هي شرخت ديت، اجيب ايه؟ اجيب العلبه اللي قدامك ديت واملاها بالزئبق. ليه الزئبق؟ لان الزئبق مش التربه مش هتدوب فيه، لو ميه التربه هتبتدي تدوب وهتخش الميه جوه الفراغات، لكن انا مش عايز الميه الزئبق يخش جوه الفراغات. فهبتدي ايه؟ الزئبق مليان، وعارف كثافه الزئبق اللي هو 13.6 طن على المتر تكعيب، فابتدي اعمل ايه؟ حطيت زئبق واجيب التربه بتاعتي واحطها. لما تيجي تحط التربه على فكره على الزئبق، طبعا كثافه الزئبق 13، فالتربه هتبقى فوق، يعني مالها؟ يعني تعتبر طافيه على الزئبق. طب وبعدين؟ ده انا عايز اعمل ان حجم الزئبق اللي هيتزاح هو حجم التربه، فبجيب الايه؟ بجيب اللي انت شايفه ده اللي هو مين؟ البليت دوت، فيه ثلاث مسامير رفيعين جدا عشان ما ياثروش على الحجم بتاعي. اعمل فيه ايه دوت؟ اروح واخده واروح زائق التربه تحت كده. التربه لما ازقها اللي هيحصل ان الزئبق هيايه؟ هيقع. حجم الزئبق اللي وقع دوت هو عباره عن حجم مين؟ التربه اللي هي ايه؟ التربه اللي ازاحته. يبقى انا بقى عندي الفي دراي بتاعتي. يعني انت تيجي تزق دي كده زي ما انت شايف برضك في الصوره اللي قدامك، الزئبق وقع، تجيب وزن الزئبق دوت، وانت عارف كثافه الزئبق، كثافه الزئبق بتساوي وزن الزئبق على حجم الزئبق، فتقدر تجيب مين؟ تقدر تجيب حجم الزئبق المزاح. حجم الزئبق المزاح هو حجم التربه اللي هي ازيحت بسبب الزئبق اللي هي الفي دراي. طب وبعدين؟ خلاص كده التجربه خلصت، تقدر من المعادله اللي قدامك ديت تقدر تطلع الشرينكج ليميت. الشرينكج ليميت بيساوي ايه؟ ووتر كونتنت انيشال، اللي هي كانت التربه هنا انت جايب وزنها الاول، وبعد كده جبت وزنها وهي جافه، طرحتهم من بعض، جبت وزن الميه، قسمت وزن الميه على وزن السولج، يبقى جبت الووتر كونتنت انيشال. ناقص ها الفي انيشال اللي هو حجم الطبق اللي احنا عارفينه من الاول يعني. ناقص مين؟ الفي دراي. الفي دراي هي دي المشكله اللي احنا حسبناها عن طريق مين؟ الزئبق زي ما انت شفت في التجربه. اخر حاجه دبليو اس، ودي لما انت خدت الطبق ده وحطيته في الفرن، فاللي حصل انها بقت ايه؟ دبليو اس في جاما ووتر، تقدر تطلع الشرينكج ليميت. كده يبقى احنا خلصنا الثلاث تجارب بتوع حدود اتربرج، الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت والشرينكج ليميت. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.